موقع أنا السلفي. كيف الدولة الصفوية عليا الكركي وضع مبدأ جواز السجود للمخلوق، ووضع لهم أيضا مبدأ السجود على التربة، وشيخهم الخميني نقل عمليا وظائف المهدي كلها إليه وإلى دولته، ولهم كتب جمعت هذا الغثاء واستقلوا بها عن المسلمين، وهي مصادر أربعة: الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. ألحق بها المتأخرون أربعة أخرى هي الوافي والبحار والوسائل ومستدرك الوسائل، ثم أضافوا إليها عددا من كتب شيوخهم جعلوها في الاعتبار كالمصادر الأربعة، وكانوا يقبلون كل ما جاء في كتب أخبارهم، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورد على ابن المطهر الحلي ونعى على الشيعة جهلهم بالرواية، فوضع ابن المطهر طريقة تقسيم أحاديثهم إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، وكان الدافع لذلك هو اتقاء تعيير العامة لهم، كما تبين ذلك أثناء النزاع الذي وقع بين الشيعة بسبب اختلافهم في هذه المسألة، حتى انقسموا إلى أصوليين وأخباريين، وهذه نتيجة مهمة توصل إليها هذا البحث، ليتقوا تعيير أهل السنة لهم بأنكم لا تعرفون شيئا اسمه علم الحديث. وقد اعترف أحد شيوخهم بأنهم إذا طبقوا علم الجرح والتعديل كأهل السنة لم يبق من أحاديثهم شيء، فليبحثوا لهم عن مذهب آخر. يعني هو بيرفض الأخذ بالقواعد الجرح والتعديل والتوثيق ونحو ذلك، فبيقولون لو عملتوا زي أهل السنة لن يبقى لكم من دينكم شيء، يبحثوا لكم عن دين تاني، يعني إيه؟ اقبلوه كما هو بكل الكذب والدجل الذي فيه. ورجال أحاديثهم فيهم أسماء لا مسمى لهم، وأكثرهم ينتحل المذاهب الفاسدة في نظر الاثني عشرية نفسها، فهم في عداد الكفرة، ولكنهم يقبلون أخبارهم لأنهم شيعة. أما أهل السنة والزيدية وأهل البيت ما عدا الاثني عشر فهم يردون رواياتهم، حتى رفضوا روايات زيد بن علي، لكن الإمامي الذي على مذهبهم يقبل قوله مهما كان، حتى قال بعض شيوخهم بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه،